هيلي راسي انا هيلي راسي يجيك يا اخويا اصبر اصبر ميك اللي يحل لك ويدي من ميك اللي اصبر ها موضوع موضوع كل شوية تيري شو موضوع كاين غير انا في هذا الماب هذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد فرومار. هذا الفيديو هذا الخوت غادي نلعبوا واحد الجيم شويه مختلفه شويه في شكل جايه ما بين روبلوكس وماينكرافت وكونتر سترايك. المهم الفكره من الجيم هي اننا غادي نكونوا حنايا فرقه ضد فرقه، واللي خدا نقاط اكثر هو اللي غادي يغلب. سو نتمنى انني نغلب شي شويه، وليت ليفل 15 لعبتها شي شويه مع الدراري. ما نبداش الفيديو انا نوب ما عرف والو كاع في الجيم، سو تعلمت شي شويه الجيم، يلا وصلت ليفل 15 وغادي نبداو دابا. راهم داخلين هما اصلا لواحد اللعيبه، سو ويت الخوت غادي نبداو دابا. ويت دابا دابا شكون هذا؟ هلا اجيت فوق اجيت فوق. ويت استرو معايا اللي واحد انا راكب في هاد السله. اوكي والله الا بغيت الشوت جان غير او موضوع طيتك تحمينا فيك اخي بومار شي اللي كنشوف باللي درتو لي فلوس ساندويتش. هون خوت هذه الفكره تاع الجيم بحال كونتر سترايك. هنا رانا دراري متفرقين، الدراري اللي هما بالاحمر هما اللي ضدنا، حنا رانا بالخضر. سو وهذيك البلاصه راكم شايفين عليها هذيك ديال النقط، حنا رانا فايتينهم شي شويه في النقط. هاي هلو هور يو، صار لي هذيك الكوين. زينا زينا زينا، واش بغيت دير؟ راني هاد الكوينه هذه لسه داليز ثانك يو. واكيد الهيلث كاين هيلي وراسنا بوحدنا، يعني اوتوماتيك كيتهيلا بعد ما كتفوت واحد المده ما كندمجوش كنتهيلاو. اوكي جينا جي او الله يهديكم، كنتو مشاو في خطره ولا نمشيو مجموعين؟ اصبر اصبر ابقى معايا، نمشيو مجموعين انا وياك. انا بلي لقيتو قدامي غنزيد فيه الطيره. انا بقيت مود بحال مود هو مشى، بس اصلا اللي قتلو ماشي انا اللي قتلت. اجي 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 لقيت ناري سي مقتل ولا بوحدو. اجي هضره مقليتي سوري سويتشي التيم صراحه. اوه شو وقع هنا؟ اوه شحال ديال الكوينز؟ اصبر نضربو بيديا شوي. اكتيفا ليش حمار هذا صحيح؟ انا حمار. هاي طاح لي طاح لي السلاح وبقيت نضربو بيديا. فربانو كان غدي هاد الكوين ربحنا. جود جيم جود جيم. هنشوف دابا انه طلع لي هنا، طلع لي هاد هاد صبر المهم غادي نضرب دوير انا هنايا، خليهم لاعبين شي شويه، غادي نمشي نضرب دوير نشوف هنا واش غندي من سبيني. ول هنا في البلاصه تاع سبين الخوت مين كنجيو سبينيو كيطلعوا لنا هنا بزاف تاع الحوايج باش ناخذ داكشي تاع سبين. يلا الخوت دابا راني مع موضوع. المهم هما الدراري اللي هما لاعبين دابا راه معاكم بوت ومعنا بوت. المهم راه رانا ثلاثة ثلاثة. أنا دخلت أسترو شو؟ سي موكس شو؟ لا لا أسترو كان بغي نتيري نتيري بسلاح يكمل لي نبدا نضرب بال نبدا نضرب بالموس. كامل داك البوت خدمني جو ملعب اجي انا وين سي موكس ما فرحش بال فناني هو ما فرحش بها. ري رول ري تسلح عندك هاد القسط. اوه كاملين عليا كاملين عليا الله يهديكم. اي والله
اوك ليها واحد لا بعيد شي اوك اسطرو تبغى ينقذ بها طحت ناري طحت عاد كوني اه يا فين مشى؟ وايد فين مشى هذا؟ اوكي ثانك يو شكرا لك دام تجي لي عليا واه لا لا انا اسطار هادي شويه غادي نوريك اسطار راكم تمشاو في خطرة سالينا تمشاو في خطرة صافي سالينا احنا اللي غلبنا نايس كيفاش ما نعرف كيفاش غلبنا الله اعلم وين غلبنا انا مع داغور وغامبور معي انا معي ضدي سيموكس وامين رانا اربعة زوج انا مع موضو سيموكس وامين اوكي هما هنا مجموعين موضو هو اللي راه عنده الاصول تريفل لا مش اصول تريفل عندك ريفولفر تشوف خطرة اصول من الجامعة مؤسس الموضو لا كيما كانش كيما كانش استرو رانا نغلبو دابا وي اسرع معانا داكشي علاش انا كنغلبين ها موضو موضو كل شويه تيري واش موضو كاين غير انا في هذا الماب هذا دابا الخوت غادي ندير واحد الحاجه انني غادي نبقى نضرب بالموس بغيت تفرو لي كيلات اول ما بقيت واحد انا اجات تيم واحد يصير بحال صافي عاد وليك واو شحال من واحد سيم ويجعر سيموكس قلب فرجو مال فرجو مال سيمو بلا ما بلا ما تجعروا تي عندي انا ما غادي كيضرب 125 هذا راه اسطر عنده شات كان مخيل ايش جي قلنا مين جي وتا سيموكس توفى ياك بلا ما تحاول بلا ما تحاول السيموكس انا اسطر عارف عندكم شوز يا انا صافي ما عنديش شوز ربحنا عاوتاني الله اعلم كيف المهم ربحنا اوكي وصلت لليفل 16 دابا غادي نشوف واش عندي شي حاجه ناخذها واش عندي شي بغيت نشوف انا واش عندي شي حاجه ناخذها بغيت نسبيني شي حاجه انا نقدرش نسبيني دابا شوفوا كاين شي لعبه هنا باش ناخذوا الماني اه كاين فلوس نتفرج في هذا الاشهار خفيف ظريف الخوت واش نقدروا نديروا سبين وناخذوا سلاح احسن من هذاك اللي راه عندي لحقاش اوكي عطيني شي واش تما ديجيتال هذاك اللعيبه تقدر ناخذ واحد اخرى ولا ما نقدرش اوكي سو غادي نشوف انا هما راهم يدابزون راني لا هنا كنحاول نزيد في هذا الشيء هذا الهيلث راه طالع عندي 160 دامج 16 خصني نرفع شويه في الدامج السلاح اللي راه عندي راه ضعيف شوفوا هذا الاسول تريفل اه هذا قوي سو غادي نستعمل هذا النوع ديال السلاح وغادي يدخل لهم الوعر اللي هو انا جاهم جاهم الغول جاهم اللي يخوف جاهم اللي يخوفوا به الصغار في اوروبا والخوت نتمنى ندير شي حاجه في الجيم نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو هذا الخوت ديروا لايك من دابا وريني كيفاش غادي ديروا لايك في هذه اللعيبه هذه سميتها الكود السلام عليكم واش الحبيبه تتغدروا بزاف شوف واحد من الله خاصو هاد خاصو جوما جاكم جوما مار اسرقني ما عرفتش يا الله تا قلت لكم بغيت انت غير غادي انا غير غادي بالعكس انا ما تنبقاش فوق انت نقدر ندور على الماتش كله ها بحال دابا ها راني تيت معايا واحد الدريه هادي هادي انا راني هنايا حسبكم رانا كنلعبوا حنا هنايا ولا رانا لاعبين نيشان حنا زومر خلينا الكيلات زومر راه خد الكيلات راه ماشي انا اللي خديتهم اصلا اللي خداك ديك الكيل لا هو في كيف تقدر تسافر 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 كيف في ايه راسترو دابا ضربني ساسوكي وما روان اول مره غيقتل شي حد روان تقتلني انت يقتلو بالموس انا اه غنبو جينا جينا فاطم جا الاول قلت لك ما تبقاش فاطم انت الثاني عندكم استرو عندكم استرو عندكم استرو روان متاخر وانا متاخر
هبط وي استرو كم عندكم استرو الدراب لا تحكم فيه ما قدر خوت عندكم استرو عندكم استرو ديس استرو شحال مرة سنسني نقزند استرو باش نقدر اجي نتا اجي جوزي يا رب وربحنا عاوتاني كيفاش ما نشعر المهم ربحنا استرو ديالي استرو ديالي تاع 300 ديال الكيل سي موكس تلت لي الكيل اصاحبي أنا ها ها خسرنا معليش جود جيم الخوت المهم الخوت هذا الفيديو كان خفيف ظريف نورمال مره نريت الريكورد غير ريت الريكورد دخل درت واحد سبين طلع لي هذا اللي هو شاتغان غادي نجربوا شاتغان عاد غادي نسالي الفيديو سو ليتس جو غادي نشوفوا الفرق لعب شاتغان وبلا شاتغان راه لي واحد السبين اخرى هذا لا هادشي بزاف شاتغان واحد اخر راه غادي ندخل دابا الخوت غادي نجرب هذا السلاح هذا اللي هو فرا شاتغان هذا هو شاتغان سلكت لنا الشاتغان راه اللي نشوفو هنايا فايوليت شاتغان جاهم الغول انا داخل لكم الخوت بالشاتغان شوفوا شغلي وقع دابا شوفوا دابا الخوت ولكن عطيني غير زوج ديال التيرات في الشوت جان صافي واش بغيتي راني ندير لك التيرات لعطيني حتى انايا راه خاصك تضربهم بجوج يوم باش يلاه تقتل حتى هو كاش ضربه جوج تقتل واخا جيت حسبني على الاقل عطيتو واحد خمسه ولا في الشهر بغيتي تري ستارات غير تيست انت اجي قوم انا نورا حتى هو كان عندي كل شيء اللي ما كنتي انا وي في قوم هذا اول تيرات ديفيت خسرنا ما لعبتش كاع انا ولا ما لقيتش منافس استرو انا جايك انا راه عندي شاتغان راني جايك هذا درك ديال هذا لا راك ضد ديفيد راني غير انا والبوتاتي بان لي هيا وا كلشي ضد ديتي ما بقاش يدخل استرو خاف منا واو 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 انت شادو زوج تيرات كل هذا هو عقلني بوت كيفاش باش تجيب السلاح واش كتبيني في هذيك ديال التيكيت ديال التيكيه هاوي هاوي خصها تجيب في ذاك الموفي هي ايوا فريسه ايوا زهرك هذاك اه ماي جاد شنو تنو تبين وانا عطيني هذاك الشوط اللي عندي فرع هذا اللي كان يهضر معايا فرع استرو واش تشوفني من ورا الحيط بغيت نفهم فراغامبول استرو اثرتي هاي شري لود شري لود فيه خفيف او غامبول غامبول مشى توفى رحمه شو كتقول يا اخي غامبول تضربتي من القريب بزاف كاع كيفنيه في البلاصه ما كيعطيش فرصه انه يفكر داكشي اللي خصني ندير الخد دابا راني فهمت لهاد قال له حلو حلو اجي فراك كنت باغي نلصق فيك باش نتيري عليك علاش انا نجي دوك مود خلينا اوستروان بيت بروس الحال استروان مليا راه كيتقاتل نلصق في شي حد ونعطيه نايس صافي دابا الخوت ولينا متساويين قبل ما كناش متساويين كانوا دراري عندهم شات كان ودراري لا كنت لا 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 غادي نبقاو نديرو بحال هكذا انواع ديال الجيمز بحال هكا نلعبو كاملين في خطره نضحكو ونشطو مرحبا بكم عندي في ديسكورد المهم هذا ما كان عندي في هذا الفيديو هذا راه تكون فيديو ما تنساوش ديرو لايك سبسكرايب بارطاجيو فيديو مع صحابكم تسناوني فيديو جاي ان شاء الله تهلاو